السلام عليكم المتتبعين والمتتبعات ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال هذا النهار. المهم هذا النهار ان شاء الله قررت غادي نشارك معكم الروتين اليوم ديالي، كيفاش درت في العشيه، اش درت في الصباح الى كتاب. ولكن مهم الى ما كتبش عاوتاني غادي نخليكم الروتين الصباحي. ايوا هادشي اللي كاين. المهم هنايا عندي البطاطا خيزو، البصله والمطيشه الحاره خيزو، المهم هاد الخضره المعتمده. والبطاطا الحلوه كاينه اليوم، البطاطا الحلوه والديسير عاوتاني عندي شويه. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله. وهذا الكيس كادو من عند واحد العطار اللي كيبيعهم في السوق ديال مسمرير. صراحه بغيت ناخذها من عنده، قال لي صافي غير خديها وديها. ايوا شكرا، جزاك الله خيرا، الله يكثر خيره حتى هو الى كيتفرج فيا. ايوا هذا مكان. المهم انايا غادي نفطر هو الاول، ولكن راه الفطور ديالي مختلف شويه، كان فطر وكان نقي الخضره في نفس الوقت. ايوا المهم اللي تشاهد القهوه تجي مرحبا بها. ايوا هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نفطر ونقي الخضره. هنايا صافي درت الطاجين ديالنا اليوم، قررت غادي نطيب عاوتاني اليوم في الطاجين. قلت غادي نطيب في ديك عرفت شنو سميتها، ولكن ما بقى ما كتبش. المهم انا درت شويه ديال البيبي، درت شويه ديال الزيت والثومه. ايوا صافي غادي نخليه يتشحر مزيان. ايوا صافي ها هو الطويجين ديالنا. من بعد ما درتو قديتو ساليتو درت ليه شويه ديال الملح من الفوق. هنايا مليكه درت ليه الغطايه. وهنايا الطاجين ديالنا صافي راه طاب، جا هو هذاك. يلا باقي ما طفيتش عليه البوطه، وقلت بلاتي غادي نوكل سامي هو الاول، غادي نوكلو سامي هو الاول عاد ناكلو حنايا، حيتاش فاش كيكون فيه الجوع وكيبكي كيبغي ياكل ما كيصبرش فاش كناكلو هكا. ايوا صافي قلت هنايا بلاتي غادي نخلط ليه شويه ديال الخضره، كنخلطو ليه داكشي كامل، الخضره خيزو البطاطا البصله المهم اللي كان. صافي هنايا غادي نوجد ليه الغداء ديالو، غادي نوجد لسامي الغداء ديالو هو الاول، حتى نحيد ليه حقو ديال الدواز حتى هو. ايوا عاد غادي نخليوه، المهم عاد غادي نتغداو حنايا. المهم الروتين صراحه راه درتو، رديت الطاجين يطيب وجيت باش نصايب، وصايبت معاكم عاوتاني واحد الروتين. عاد طابت الغداء، ولكن في المونتاج قلت بلاتي غادي ندير الطاجين بوحدو وندير عاوتاني الديسير بوحدو وندير الروتين ديالي الاخر بوحدو. ايوا المهم هادشي اللي درت. المهم في الاول عولت غادي نقسم جوج رمانات وجوج ليمونات، وشويه جا ولد خويا الله يكثر خيرهم جاب هادي واش المنونه ولا السويهله ولا ما عرفتش شنو سميتها، المهم هاد الصفرة. صافي قسمتها وليت خليت جوج ليمونه وحده والرمانه حتى الغد عاوتاني، وقسمت هادي. المهم غادي نقي هاد، غادي نقطعهم وغادي نوجدهم وغادي ناكل حقي قبل ما ناكلو الغداء. ايوا المهم هادشي اللي كدير اختكم، انا عزيز عليا الديسير ناكلو قبل الغداء ولا قبل العشاء، مهم فين ما كان خصني ناكلو انا قبل الماكله. كاين اللي كيقول لك لا الا كليت شويه ديال الديسير صافي كتمشي ليا الشهيه ما كنبغيش ناكل، ولكن انا العكس كنبغي ناكل الديسير هو الاول عاد نتغدى ولا عاد نتعشى. المهم غادي نسالي هذا غادي نقطعهم كاملين، كنحيد ليه هاد البلاصه باش يجيني سهل في التقطيع. المهم راه ماشي زعما كنوريكم ولا شي حاجه، راه اختكم صافي شاركات معكم النهار ديالها كيفاش دوزاتو. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انا قطعت دابا هاد سميتها السويله ولا المنونه ولا ما عرفتش شنو سميتها. هنايا غادي نقطع عاوتاني هاد الرمانه، صراحه الرمانه كنخاف شويه على الموز حيتاش قاصحه، صافي كنخاف زعما لا نضرب راسي ولا شي حاجه، ولكن ربي كيحفظ الحمد لله.
ايوا هادشي اللي كاين. المهم يعني غادي نقطع ليها حتى هي هنايا. ايوا كاين شي اشتواء عندكم ولا والو؟ المهم حنايا دابا فاش كندير المونطاج حاليا راه كاين الشتاء وكاينين النهار عادي والبرق. يا ربي السلامه وصافي، يا ربي تحفظ، يا ربي تحفظنا وتحفظ الجميع. ايوا هادشي اللي كاين. المهم قسمت ديك الرمانه على هادو على سته هكا وخليتها. المهم غادي نقطع عاوتاني هاد الليمونه حتى هي غادي نقيها. الصراحه فاش كندير هكا الديسير كيعجب الحال. با كيقول لي والصراحه قديتي لينا عاوتاني الليمون، كيعجبو الليمون هكا فاش كنقطعو ونقادو. ايوا صافي قلت ولاتي غادي نقادو عاوتاني اليوم. المهم صراحه جات زوينه هاد الليمونه، في الاول خفت لا تكون خايبه ولكن صراحه زوينه. المهم انتما كتشوفوا صافي نقيت الليمون، حيت ليه الجلفه ديالو وداك الشيء اللي المهم شي عظومه الا كاينين هكا الا شفتهم راه كنحيدهم. ايوا ها انتما معانا. ايوا دابا صافي غادي ندوز باش نقي هذا البزار والخرقوم. الصراحه هذا البزار والخرقوم مشيت البارح لعند مول العطريه باش نجيبهم. راكم شفتوه في الفيديوهات شحال من مره هذاك السيد اللي كان كيطحن ليا هاد العطريه، الله يكثر خيره والله يجازيه بخير. ايوا صافي كنت مشيت في الصباح بكري لقيتو يالله كيفرج. صافي قلت ليه راه بغيت نص كيلو ديال البزار ونص كيلو ديال الخرقوم. صافي جيت نسيتهم وصفتهم ليا، الله يكثر خيرك اودا خويا. ايوا حتى السيمانه الجايه عاد غادي نمشي نخلص له ان شاء الله، حيت صفتهم لخويا قال لي راه عبراتهم بغاتهم وخلاتهم. ايوا هنا كنت كنقيه وشويه كنشوف تحت التبسيل هذا الشيء واش الغبره، واش هذا الشيء زوين ولا خايب. المهم ردوا لي في التعاليق هذا الشيء واش زعما اللي كيكون في البزار زين ولا لا، كنشوف زعما لا فيه شي عواد ولا شي حاجه. ايوا كنحيدهم. ايوا صافي قلت بلاتي غادي نغربلو باش طيح ليه ديك الغبره ديالو واش زوينه ولا خايبه. المهم انتما الى هادو الى صالحين مره اخرى ما نغربلو، الى ما مزيانينش الى زوينين زعما مره اخرى نخليهم. المهم انتما الى زوينين كتبوهم ليا في التعاليق، الى خايبين كتبوهم في التعاليق. المهم انايا صافي نقيت البزار ديالي كامل وغادي نطحنو. دابا غادي نجيب هاد مونينيكس الصغيره. صراحه البزار حيتاش ما كنستعملوش البزار بزاف، كنستعملو المهم كنستعملو غير واحد شويه كنطحنو في هاد الصغيره. ديك الحاجه اللي بغيناها هكا زعما كنديروها، ماشي زعما بحال الخرقوم وسكون شبير كنطحنو بزاف مره واحده. ايوا صافي يعني عمرت دابا هادي. غادي نمشي دابا نجيب الثومه حتى هي هي غادي نطحنها. ولا راه ولاو جوج ايامات الاخرين خرجتني واحد الشميشه يا سلام. صافي وطحناها وطحناها هكا. ايوا صافي ها هي وجدات. صراحه هنايا الفلاش كيبان ليا في الثومه كيعمي ولكن راه الفلاش ديال التليفون حيتاش عاوتاني الا ما درتيش الفلاش راه ما غاديش يبان والو، غادي يكون الفيديو مظلم. ايوا صافي داكشي اللي كان. المهم هنايا صافي الثومه ديالي طحنتها مزيان. هنايا غادي نطحن حتى الخرقوم. من بعد ما طحنت الثومه مسحت مزيان الماكينه مزيان عاد غادي نطحن الخرقوم. المهم البزار طحنته في داك مونينيك الصغيره، ايوا الخرقوم والثومه راه كثارين صافي طحنتهم في هادي. صافي تحب ليا هنايا واش صافي زعما تطحن ليا الخرقوم كامل ساعه حتى نديرو في سميتو في القرعه ديال الخرقوم باش زعما نديرو في القراعي. لقيت شي حبيبات هكا راه باقين، شي طروفه باقين. ايوا صافي وليت رجعتو كامل عاوتاني حتى غربلتو. هانتوما كتشوفو صافي غربلتو تاني. شوف الفلاش كيبان فيه بحال الا ماشي خرقوم سبحان الله العظيم. الا ما درتيش الفلاش راه غيكون الفيديو مظلم، الا درتي هذا الفلاش عاوتاني كيكون في الشكل. المهم انتما هادو اللي شاطوا ليا صافي هادو اللي شاطوا غنخليهم عاوتاني ان شاء الله حتى لشي مره اخرى فاش يكون الخرقوم هكا تسالى ولا شي ونطحنوهم ان شاء الله عاوتاني مع الخرقوم الاخر. ايوا المهم انتما كتشوفوا العطريه ديالي راني طحنتها على يدي وقديتها ونقيتها. المهم هادشي اللي كندير شحال هادي. المهم دابا عندي هنايا جوج كيلو ديال الثومه
وهذا الشيء اللي بقى هنايا ديال الثومه راه ديال العام اللي فات، حيتاش العام اللي فات طحنت واقيلا 4 كيلو، وهذا العام طحنت غير 3. ايوا المهم السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.